الرؤساء الثلاث يدعون إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد ويؤكدون الالتزام بتعهداتهم. الأمن يمنع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة. إضراب جهوي لأعوان الصحة العمومية بجندوبة. وأمير دولة قطر في أول زيارة كزعيم عربي لقطاع غزة. مشاهدينا أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى نشرتنا الإخبارية على قناة حنبعل الفضائية التونسية. مع الاحتفال بمرور سنة على انتخاب المجلس التأسيسي، وصف نواب ووزراء الترويكا هذا اليوم بالتاريخي واعتبروه لبنة من لبنات البناء الديمقراطي. محمد علي العياري. يقال أن التاريخ يعيد نفسه أحيانا. كان بالأمس تاريخ 23 من أكتوبر 2011، واليوم تاريخ 23 من أكتوبر 2012. قبل عام من الآن انتخب الشعب أعضاء المجلس التأسيسي في انتخابات يصفها أعضاء ترويكا بالتاريخية باعتبارها أول انتخابات حرة وديمقراطية. هذا يوم مبارك بالنسبة للتونسيين، يوم فرحة ويوم احتفال يحق للتونسيين، معناها في كل مدنهم في كل قراهم أن يحتفلوا بهذا اليوم اللي نقل تونس من وضع إلى وضع. 23 أكتوبر هو تاريخ مهم بالنسبة لتونس، بل بالنسبة للعالم العربي، بل بالنسبة لكل العالم. هي أول انتخابات حرة فيما سمي بالربيع العربي. اليوم هو الذي منح لنا مجلس تأسيسي يكتب لنا دستور. هذا اليوم منح لنا شهادة أمام العالم على أن هذا الشعب محب للديمقراطية، محب للتعدد. وبالتالي أيضا هذا اليوم منح لنا الشرعية في مجلس تأسيسي كانت فيه انتخابات حرة نزيهة شفافة. مرت سنة كاملة على انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي الذين انبثقت عنهم حكومة ترويكا، مجلس كانت أولى أهدافه صياغة دستور جديد للبلاد وتحقيق انتقال ديمقراطي. فإلى أي مدى تحققت هذه الأهداف؟ عدينا عام عملنا فيه أشياء عديدة خلافا لما يدعى على اليمين وعلى اليسار. احنا بدينا نحط في بلادنا على السكة الصحيحة. الشعب التونسي له أن يفخر بالأشواط اللي عداها، بانتخابات ناجحة، بمجلس تأسيسي فيه تنوع. سنة إيجابية في الجملة باعتبارها أول سنة ديمقراطية، بحيث ديمقراطيتنا تحتفل بعيدها الثاني اليوم. ومدام المسار الديمقراطي متواصلا حققنا خطوات طيبة، ولكن ما زال قدامنا عمل كبير ياسر. أعتقد أننا اجتهدنا في ظروف صعبة، حققنا بعض ما كنا نصب إليه وبعض ما كان مبرمجا ومخططا، وحصلت هناك إخفاقات، ولكن أقدر أنه في المجمل نحن نتقدم في الانتقال الديمقراطي. في أجواء تبدو احتفالية داخل المجلس التأسيسي، حاضر كل أعضاء الحكومة ترويكا مؤكدين أن هذا اليوم كان وسيظل تاريخيا، سيبنى عليه أي مسار انتقالي ديمقراطي. إذن في خبر ورد علينا الآن، علمنا أنه تم الإفراج عن المعتقلين في منطقة العمران من معتمدية منزل بوزيان، كما أن النائبين بالمجلس الوطني التأسيسي السيد أحمد الخسخوسي ومحمد الإبراهيمي قد فكا إضراب الجوع. في جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي عقدت بمناسبة مرور سنة على انتخابات 23 من أكتوبر، دعا الرؤساء الثلاثة إلى نبذ الخلافات السياسية والإيديولوجية لتغليب المصلحة العليا للبلاد والخروج بنجاح من المرحلة الثانية للانتقال الديمقراطي. شيراز النيلي. جلسة عادية ممتازة، لكنها هذه المرة ليست للنقاش بشأن فصول الدستور. هي جلسة صباحية احتفالية بتاريخ 23 من أكتوبر، تاريخ أول انتخابات بعد ثورة 14 من جانفي. حضرها الرؤساء الثلاث. رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أشار إلى أن المجلس مارس دوره رقابي على الحكومة وأثر المشهد السياسي في تونس، وعمل أعضاؤه طيلة سنة كاملة على إنجاح الانتقال الديمقراطي والعمل على صياغة الدستور. إن المجلس الوطني التأسيسي هو اللبنة الأولى في مرحلة التأسيس لتونس الجديدة، وهو القاعدة الأولى للشرعية في تونس ما بعد الثورة. عملت هذه اللجان على بلورة رؤية شاملة تقوم على أقصى درجات التوافق، وهي تضع نسبة أعينها مختلف المواثيق الدولية
التي وقعت عليها تونس. كل هذا يفيد أن النواب الذين اختارهم الشعب ما كتفوش يديهم وما قعدوش يدزوا في البيدق. رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي أكد أن تحقيق أهداف الثورة والنهوض بالاقتصاد الوطني لا يتحقق إلا بارتقاء وعي رجل السياسة إلى مستوى طموحات الشعب. يوم نرقى جميعا دون استثناء لمستوى المسؤولية التي أناطها الشعب بعهدتنا، فإننا سنهدي شعبنا دستوره ودستور الأجيال المقبلة في العيد الثاني للثورة. سننظم انتخابات حرة ونزيهة قبل الصيف لتشكل نصرنا الثاني بعد نصر 23 أكتوبر. سنعد العدة لانطلاق الإصلاحات الضرورية الكفيلة بتحقيق أهداف الثورة. سنخرج مليوني تونسي وتونسية من اللعنة الفقر في ظرف 5 سنوات. سنضمن للتونسيين الحفاظ على نمط العيش الذي ارتضوه كشعب منفتح على كل أشكال الحداثة. رئيس الحكومة المؤقتة حمد جبلي قدم من جهته لمحة عما حققته الحكومة طيلة هذه الفترة، مشيرا إلى تحقيق نسبة نمو ب 2.8%، مقدما تعهدات الحكومة في الفترة القادمة. تتعهد الحكومة من جانبها ببذل كل الجهد من أجل الإيفاء بواجبها تجاه المطالب الملحة وذات الأولوية لشعبنا، وخاصة منه الشباب والجهات المحرومة، وفي مقدمة هذه المشاغل التشغيل وإزداء الخدمات الضرورية من نظافة البيئة وصحة ونقل وتعليم وتحسين البنية التحتية الضرورية لكل تنمية جهوية. ويحضر معنا ليلى في بلاتو أخبار قناة حنا بعل طبعا السيد عبد اللطيف المكي وزير الصحة وقيادي بحركة النهضة. مساء الخير سيد عبد اللطيف. مساء الخير. أود أن أسألك أولا، بعد مرور سنة على انتخابات 23 أكتوبر، ألا يتناقض هذا مع الوضع الهش اليوم في تونس أمنيا واقتصاديا وسياسيا؟ أولا نقول نحن احتفلنا بالانتخابات، أنه أجرينا أول انتخابات ديمقراطية، وشهد الجميع سواء كان الخاسرون والرابحون بشفافيتها وبأنها تمت في إطار القانون، ولذلك هذا شيء يستحق الاحتفال. لا يمكن لأحد أن ينكر أن نحتفل بانتخابات شهد العالم باستقامتها وشفافيتها، فلماذا لا نحتفل بها؟ والاحتفال بالانتخابات هذه ليس احتفالا بالحكومة، هو احتفال كما قلت بأن الشعب التونسي استطاع بعد أكثر من نصف قرن من الاستبداد أن ينظم انتخابات وكأنه متعود على الانتخابات منذ 10 سنين. أما الوضع الهش فالمسألة نسبية جدا، نحن نرى تهم كثيرة وتقييمات كثيرة تقدم الوضع دون أن تقدم تحليلات موضوعية وأرقام وإلى غيره، في حين أن الحكومة تقدم الأرقام حتى في الوضع الأمني. الحكومة تقدم الأرقام فيما يخص حوادث القتل، فيما يخص حوادث العنف، حوادث النشلة، وتجدها كلها في تحسن، وهذا جزء منه قدمه الأخ وزير الداخلية في المجلس التأسيسي في جلسة من الجلسات. نحن نقول إن الوضع بالتأكيد فيه نقاص ولكنه يتطور في الاتجاه الإيجابي. المطلوب أن كل القوى السياسية أن تساهم بما تستطيع في تهيئة المناخات لأن يتطور الوضع باتجاه إيجابي بأكثر سرعة. ما نراه اليوم أن هنالك خطاب سياسي عنيف ناقد للحكومة، وهنالك تحريض على الاعتصامات المخلة والتي تشل الدورة الاقتصادية، أن هنالك اعتراض على تطبيق القانون في تجاوزات واضحة للقانون إلى غير ذلك، وهذا لا يساعد على التطور السريع باتجاه ما نصب إليه جميعا كتونسيين. لكن ما أستطيع أن أؤكده أنه بعد سنتين تقريبا من الثورة وبعد سنة من الانتخابات، يعني جاءت حكومة شرعية وتعتبر أنه من حقها اتخاذ القرارات، لأن الحكومة اللي قبل غيرت لغناه ليس سيئا، وبإمكان يعني استخلاص الدروس من هذه التجربة لتكون السنة القادمة أفضل بكثير. إذا سيد عبد اللطيف، بعد سنة أيضا عن أول انتخابات نزيهة في تونس، هناك رفض بهذا الاحتفال نظرا للإنجازات الضعيفة للحكومة حسب رأي المعارضة، كيف ترد على ذلك؟ كما قلت لك فلنكن واضحين، هل هي مقاطعة للاحتفال بأول انتخابات ديمقراطية ونجح الشعب التونسي في تنظيمه وهذا هو الأصل؟ فلماذا إذن مقاطعتها؟ والذين قاطعوا قد فوتوا فرصة تاريخية لاحتفال بشيء مهم في تاريخ الشعب التونسي. أما الإنجازات الضعيفة فبيننا وبينهم الحجج والنقاش الهادئ والأرقام، ونقول ماذا قدمت الحكومة وماذا قاموا هم.
يعني إذا كان الحكومة قامت بإنجازات ضعيفة فالعديد من هؤلاء قاموا بالعرقلة الحقيقة وبث الخطاب السياسي العنيف. أضرب مثال واحد، الخطاب السياسي التشكيكي والتخويفي الذي بثوه حول 23 أكتوبر جعل جزء من الشعب التونسي يعيش الخوف، وكنا نقول أن 23 أكتوبر ستمر عادية، ستمر يعني بدون حوادث، سنحتفل بها وأن الوقائع يعني تصدق التحليل متاعنا. فكل ما نرى أنه ثم خطاب سياسي معارض معقول هذا أهلا وسهلا ومرحبا به، وثم خطاب سياسي آخر عنيف متشنج يعني يعتمد على إشاعات وعلى أشياء غير صحيحة، وهذا لا يساهم في تطوير الحياة السياسية. واضح سيد عبد اللطيف. إذن تظل معنا، احتشدت العشرات من أنصار حركة النهضة ولجان حماية الثورة أمام مقر المجلس التأسيسي للتعبير عن دعمهم لاستمرار عمل الحكومة بعد 23 من أكتوبر، وتنديدا بمحاولة أنصار التجمع العودة إلى سدة الحكم. محمد علي العياري. تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة الممتازة بالمجلس التأسيسي، تجمع العشرات من أنصار لجان حماية الثورة وأنصار حركة النهضة رافعين شعارات تنادي بمنع رموز التجمع من الوصول إلى سدة الحكم من جديد. جاءوا حاملين في جعبتهم رسالة واضحة. الرسالة الوحيدة هي أنه باش نحميه الشرعية متاعنا ولا بد من حمايتها، وهذه هي شرعية، وأول هذه هي فرحة الشعب التونسي بأول انتخابات اليوم بالنسبة لتونس الشرعية. نحن منطلق الوعي السياسي اللي تحققنا نتيجة هذه الثورة المباركة، ولينا نتحركوا من غير حتى مساج. الإنسان كان عنده قضية بالحق مؤمن بها ما يستحقش كونه باش يجي استدعاء. تو حكومة شرعية موجودة، الانتخابات هي يعني أنا نداء للأحزاب السياسية كلها، صندوق الاقتراع هو اللي يحكم بين الناس كلها. ما يمكن ملاحظته في هذه الوقفة الاحتجاجية أمام المجلس التأسيسي أنها تنادي بضرورة استمرار شرعية من انتخبهم الشعب إلى حين إجراء انتخابات جديدة وإقصاء من تلطخت أيديهم زمن النظام البائد. ونوصل مع سيد عبد اللطيف المكي في سؤال أخير. سيد عبد اللطيف، المعارضة تغيب اليوم في الجلسة في المجلس التأسيسي، حزب المؤتمر وحركة النهضة غابت عن في المؤتمر الوطني للحوار، هل يمكن الحديث مرة أخرى عن وفاق سياسي تونسي؟ لا بالتأكيد، هو أولا ليست كل المعارضة التي غابت عن احتفال اليوم، حضرت أحزاب الترويكا وحضر جزء من المعارضة وغاب جزء آخر للأسف. وبالنسبة لمقاطعة المؤتمر والنهضة لمؤتمر الحوار نظم اتحاد الشغل، لا يمكن الحديث عن مقاطعة حقيقية، وإنما هنالك احتراز مرتبط بمسألة مبدئية اللي هي ضرورة تأمين مسار الثورة من الارتداد. لا، من ضرورة تأمين الثورة من الارتداد، تشمل هذا وتشمل يعني غيره، ودون أن يفسد للود قضية، دون أن يفسد اتفاقنا المبدئي مع الاتحاد ومع الآخرين الذين شاركوا في هذا المؤتمر أنه لابد من الحوار. ثم عندنا احتراز آخر أن لا يتحول الحوار إلى بديل عن المجلس التأسيسي، فلابد أن يركز الحوار على القضايا التي هي ليست من اختصاص المجلس التأسيسي لكي لا نعيد العمل مرتين، ولكي لا يتحول المجلس التأسيسي إلى مجرد غرفة لتسجيل الأشياء التي يتفق عليها خارج. لكن ما أؤكد لكم أن الأفق إيجابي، لأن الشعب التونسي بكل قوة في النهاية سيختار الطريق الصحيح والقويم، ونحن على الطريق الصحيح والقويم بإذن الله، إن شاء الله. ولا داعي للخوف ولا للجزع إن شاء الله. شكرا سي عبد اللطيف. إذن السيد وزير الصحة وقيادي بحركة النهضة، شكرا لك على حضورك الليلة. بارك الله فيك. فرقت عناصر الأمن مسيرة الرابطة الوطنية لحماية أهداف الثورة، والتي خرجت اليوم في شارع الحبيب بورقيبة نظرا لمنع وزارة الداخلية التظاهرة حفاظا عن الأمن. عبد المجيد الغندور أعد لكم هذا التقرير. خرجت مسيرة نظمتها رابطات حماية الثورة رافعين شعارات تنادي بالقطع مع فلول النظام السابق، واحتفاء بما حققته لهم انتخابات 23 من أكتوبر العام الماضي، بعد أن وضعت حدا فاصلا لمنظومة الاستبداد والقطع مع نظام الحزب الواحد. أول انتخابات حرة نزيهة ديمقراطية شفافة شهدتها تونس من عهد قرطاج. واش تحقق بعد 23 أكتوبر؟ تحقق
كثير. أول حاجة تحقق قيمة هي قيمة الحرية. مش نحتفلوا بالشرعية. نوافق على الدستور ونوافق على كل شيء. مسيرة رابطات حماية الثورة قابلتها تظاهرة تنادي بإسقاط شرعية 23 من أكتوبر. ميزيريا كفار ولينا سيغيا ما تحقق شيء. قوات الأمن سرعان ما تدخلت لتفرقة الحشود مرجعين السبب إلى عدم وجود تراخيص رسمية تجيز لهم التظاهر. غابت اليوم الكتلة الديمقراطية وأحزاب أخرى من المعارضة عن الجلسة العامة للمجلس التأسيسي التي خصصت فترتها الصباحية للاحتفال بمرور سنة على انتخاب المجلس التأسيسي. أسباب هذا الغياب في تقرير محمد علي العياري. قالت إليه البلاد بعد عام من انتخابات أكتوبر، فإن الكل أجمع على تنفس عبق الحرية بعد عقود من الاستبداد. هو 23 من أكتوبر 12 و2000، مرور سنة على أول انتخابات تشريعية بعد الثورة، وجلسة عامة ممتازة بالمجلس التأسيسي بحضور الرئاسة الثلاث لإلقاء كلمة بهذه المناسبة. لكن ما التقطته عدسة الكاميرا هو أماكن شاغرة بالمجلس التأسيسي بعد غياب كل نواب المعارضة عن الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية، غياب كان له مبرر. فما غياب هو احنا في بالي قلنا يوم كسائر الأيام لا محالة، أول مرة في تونس يقع انتخابات، هذه معناها نقر بها جميعا ويجب نحتفل بها، لكن في إطار المجلس التأسيسي، منها مش منها احتفال بصعود الترويكا أو كأنه عيد العرش وهذا الجو هذا كله. احنا مطلوب منا العمل لانه ما وفيناش بعهودنا، وهذا حق نفسره للراي العام مع بعضنا كمجلس وطني تاسيسي ونشمروا اذرعاتنا ونبداو بالحق في نقاش الدستور. احنا نتاسفوا لان يعني تفرض على المعارضات وعلى الكتل الديمقراطيه كلها باش تقاطع هذه الجلسه، لانه الجلسه هذه جات متاع احتفال ومتاع تغليط للراي العام. اولا 23 اكتوبر يوم انتخاب، يوم مشهود، لكن كنا نجم نحتفل به في إطار المجلس مش بالضيافات، من أجل تمرير خريطة طريق متاع الثلاثي الحاكم اللي هي ما تحوزش على إجماع وما تحوزش على توافق وطني. أنا أعتقد أنه ثم عدم رضا مدام ثم غياب، هو تولي يشوفه في التلفزيون. أنا ما دخلتش للقاعة وما عنديش إمكانية باش ندخل للقاعة نظرا للحالة الصحية متاعنا، إنما أعتقد أنه موقف وأنه عدم رضا. باش نحتفلوا؟ انا عندي 23 يوم وانا مضرب على الطعام. شبابنا في سيدي بوزيد معتقلين، شبابنا في عديد من الجهات الاخرى معتقلين، حاله احتقان شديده في جابس، قتل ارواح بشريه في تطاوين. يعني الاحتفال باش كان مفروض ان يكون في احتفال، ولكن باش نحتفلوا؟ قد تختلف الرؤى بين من يعتقد بنجاح حكومة ترويكا ومن يعتقد بفشلها، وقد يختلف اثنان حول مدى جدوى الاحتفال بهذا اليوم في ظل بعض الصعوبات التي تمر بها البلاد. لكن ما يحسب لهذا اليوم ولا يحسب عليه هو أنه تاريخ أول انتخابات ديمقراطية نزيهة في تاريخ البلاد كما جاء في التقارير الوطنية وحتى الدولية. وتحضر معنا الليلة في الأستوديو أيضا السيدة سلمى بكار، وهي نائبة بالمجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية. سيدة سلمى أهلا بك. عسلم. مساء النور. إذن أطلق اليوم الآن وردنا في الخبر العاجل الذي كنت بصدد قراءته أن السيد محمد البرهمي والسيد أحمد الخسخوسي قد أوقف إضراب الجوع بعد إطلاق سراح موقف في منزل بوزيان. تعليقكم؟ نقول والحمد لله، وانا ما خرجت من المجلس التأسيسي باش نجيكم الا ما تهنيت على هدايا مع زملائي، على خاطر الحقيقه احنا هالعشرين يوم كنا عايشين في وطأة كبيره. كي نشوفوا زملائنا معناتها ما عادش لقاو حتى طريقه باش يعبروا عليها مدى مساندتهم قبل كل شيء، ومعناتها عدم وجود حلول اخرى باش ينجموا يعاونوا
الجهه نتاعهم جهه سيدي بوزيد اللي ماهيش هي الجهه الوحيده اليوم اللي مازالت عام ونص بعد الثوره قريب نعملوا عامين توا معناتها متالمه ومحرومه وما خلطتش بالكل باش تحقق حتى 1% من اللي حلمت به وقت اللي قامت الثوره. ولهذا احنا نعتبره اليوم ان شاء الله فرحه وكملنا النهار مش بالكل كما بديناه خاطر بديناه باسف وعدم اراده باش نشاركوا في هالنهار وفيناه والحمد لله باطلاق صراحه هذيا. وما تنساش اللي عندهم اهلهم زاده في جهه سيدي بوزيد اللي كانوا هما زاده عندهم اضراب جوع من منذ اكثر من 20 يوم. سيده سلمى لماذا رفضت الكتله الديمقراطيه حضور الجلسه الصباحيه بعد مرور سنه على انتخابات 23 من اكتوبر؟ والله خاطر حبينا نكون وفيين للشعب اللي صوتنا واللي وصلنا حتى المجلس التأسيسي وأمننا مسار البلاد ما بين ايدينا. واحنا شفنا اللي من النزاهه باش ما نكونوش في الاحتفال اليوم على خاطر ما فماش حتى حاجه معناتها توجب علينا وانه نكونوا في الاحتفال على خاطر قاعدين نشوفوا وانه الوضعيه في البلاد من ناحيه الاقتصاديه من ناحيه الاجتماعيه وبخصوصك هالايامات من ناحيه الامنيه وهذه حاجه لا تطاق في تونس كيف ما احنا عرفناها وكيف ما حبيناها واستنسنا نعيشوا فيها. عمرنا لا اخلطنا لهالمدى العنف اللي قاعد يتمارس كل يوم ويصعد كل يوم حتى كاد ان يكون حاجه معناتها طبيعيه ولات وقت اللي تولي تتيح ارواح وما عادش نجموا نوجهوا الاصبع لا للامن ولا للبوليسيه. هذايا المجتمع المدني ما بين بعض اليوم في ادعاء حمايه الثوره نوليوا نقتلوا في العباد هذه حاجة معناتها ما عادش نجموا نسكتوا عليها. سيدتي غيابكم اليوم عن كلمة الرؤساء الثلاث هل هو أعلن عن تواصل الصراع السياسي بين الترويكا والمعارضة وغياب أي وفاق سياسي تونسي؟ لا احنا نحب نفكروا مرة أخرى للترويكا اللي الحوار ما يجيش في من شيرة برك معناتها ما نجمش يكون خطاب متوجه ديما من عبد يمشي لعباد اخرين. وقت اللي نحكيو على الاتفاقيات باش نلقاو حاجه تجمع ما بيناتنا لازم تبدا مركزه على الحوار والحوار لازم فيه تجاوب ولازم زوز من الناس يتناقشوا مع بعضهم مش واحد يجي يسلط حوار على الاخر ويبدا ديما شيخ بروحه ويقول انا عملت كل شيء وانا احسن حكومه شافتها تاريخ البلاد. واحنا نعرفوا والشعب اليوم ما معناتها واعي بهذايا وما عادش نجموا نواصلوا باش نحاولوا نغلطوا. الشعب التونسي واعي الحمد لله. سيدة سلمى بكار إذا النائمة بالمجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية شكرا لك على حضورك معنا الليلة. شكرا. عام مر على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والتي أشرفت عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وربما يكون اليوم مناسبة لتقييم تجربة عمل هذه الهيئة والوقوف على نشاطاتها الإيجابية والسلبية للأعداد للانتخابات القادمة. عبد المجيد الغندور أعد لكم التقرير التالي. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولى تجربة بعد الاستقلال كان لها أثرها على انتخابات يوم 23 من أكتوبر العام الماضي ولعل هذا اليوم يكون مناسبة سانحة لتقويم تجربة عمل الهيئة حيث أجمع العديد ممن حضروا على نجاحها في أداء مهامها. بالطبيعة ناجحة وفي نفس الوقت نقولوا ناجحة مش هذا لا يعفينا ذلك على أن نرجع ونعود لتذكير بما حدث ونسيغه في صياغة معرفية باش الناس تتعرف على المجال الانتخابي. لولا وجود هذه الهيئة المستقلة لما كنا شاهدنا انتخابات نزيهة لما كنا شفنا يعني انتخابات أفضت في نهاية الأمر إلى ما أراده الشعب. شهدت تجربة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعض النقائص والثغرات رغم ما سجلته من استحسان لدى أغلبية مكونات المجتمع. عليا مستقلة تماما مصطفى على الانتخابات قانون الانتخابي أيضا يجب أن يكون واضح ويتلافى يعني المساوئ اللي كانت موجودة النقائص كانت موجودة قبل. فاعتقادي أيضا لابد من إصلاح قطاع الإعلام وأحداث هيئة قضائية مستقلة. بطبيعة شابتها بعض الأخطاء بعض النواقص وخاصة في عدم القدرة في إقناع نصف الشعب التونسي نصف الناخبين بأن يمشي ويسجلوا في القوائم الانتخابية فكان هذه ثغرة من الثغرات. وفي اختتام المناقشات عبر كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
عن حيادية الهيئة واستقلاليتها عن الحكومة بعيدا عن كل التجاذبات السياسية، كما عبر المشاركون عن ارتياحهم لأداء الهيئة ورغبتهم في مواصلة نشاطها في الانتخابات القادمة. للهيئة يعني ومع الأطراف الكل خاصة مع الطرف الحكومي، ويعزز استقلاليتها ويعزز يعني مهنيتها وحيادتها. دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على حالها القائم برئاسة الأستاذ كمال جندوبي حتى نربح الوقت، لأن هذه العملية لا تؤثر في الانتخابات، هي عملية إعداد توعية للناخبين. تعزيزات عسكرية لضمان أمن وسلامة المنشآت الوطنية والوقوف ضد أشكال العنف وأعمال التخريب، التقرير عدته نهل الحبشي. احتياطات عسكرية اتخذتها السلطات التونسية للتصدي لأي تحرك مفاجئ تزامنا مع مرور سنة على الانتخابات التشريعية الأولى ما بعد الثورة، وتجنبا لأي طارئ قد ينجم عن التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد، تمركزت قوات الجيش في كامل تراب الجمهورية، كما تموقعت أمام المؤسسات المالية والأمنية على غرار البنك المركزي لضمان تأمين ممتلكات الدولة والمواقع الحساسة بها، وأمام المنعرج الحاسم الذي تمر به بلادنا اليوم بين دعوات للاحتفال وأخرى للاحتجاج، يظل أمن الوطن وسلامته تحت مسؤولية الأمن والجيش. وفي الغرض يحضر معي الليلة أيضا في الأستوديو السيد مختار بن نصر، وهو المتحدث باسم وزارة الدفاع. سيد مختار، مساء النور. مساء الخير. أهلا بك. أهلا بك. أمنيا، كيف كان الوضع اليوم في تونس مع الاحتفال بمرور سنة عن الانتخابات 23 والتخوفات التي سجلت لدى أغلب التونسيين في حصول أعمال عنف؟ في هذه الذكرى الأولى للانتخابات مر الجو العام في البلاد بخير، وكانت في كل تقريب الولايات هدوء تام، وهذا بالحق يعني أكد الانتشار الأمني اللي تم يعني خلال نهاية الأسبوع، أعطى نتيجة طيبة كون كل المواطنين شافوا الانتشار هذا في النقاط الحساسة، سواء كان المؤسسات الحكومية أو الاقتصادية. نعم. أو المتاجر أو حتى الفضاءات التجارية الكبرى أو السفارات، فهذا كل أعطى أكله، واليوم نتيجة طيبة كون كل شيء لباس، وإن شاء الله نتوقعوا كون الوضع باش يتم يعني يتواصل على نفس الهدوء ونفس الأمان إن شاء الله اللي حاسين به التوانسة. سيد العميد، إذن كيف تقيم الوضع الأمني الحالي وسط تنامي ظاهرة العنف السياسي وإحساس المواطن بغياب الأمن، سيما هنالك تصريحات تقر إذن بهجمات بعض الإسلاميين من حين إلى آخر؟ هي الوضع الأمني بصفة عامة نشوفوه يعني تقريبا في صعود وهبوط، والحالة مش مستقرة، إلا أنه بصفة عامة وإجمالا يعني بعد الاضطرابات وبعض أعمال العنف اللي شهدتها بعض المناطق في بلادنا نتوجه إلى استقرار الأمن، لأنه تقريبا كل المواطنين عرفوا أن هالعمل تاع العنف لا يؤدي إلا إلى عنف مضاد ولا يؤدي إلى خسارة كل التونسيين، لذلك الوعي تاع كل التونسيين وكل الطيارات السياسية يعني تفهم اللي العنف يعني يولد العنف، ولا يمكن أن نقر الأمان للتونسيين وإلا بالتفاهم والتناغم، وخاصة كونوا نقف الناس كل وقفة واحدة من أجل تونس ولا شيء غير تونس. الوضع على الحدود التونسية الجزائرية والوضع على الحدود التونسية الليبية، لنبدأ بالحدود التونسية الجزائرية، سيما بعد مقتل المواطن الذي قيل إنه كان بصدد تهريب بعض البضاعة أو السلع على الحدود التونسية الجزائرية. احنا على كامل حدودنا يعني مع الشرقية أو الغربية، خاصة الحدود الغربية، عندنا وحدات عسكرية وبتنسيق كامل مع وحدات الأمن وخاصة مع عناصر من الديوانة يعني يقاوموا في ظاهرة التهريب اللي كانت متفشية، إلا أنه اليوم يمكن أن نقر بأن على كل المستويات العملية تراجعت بشكل كبير جدا، وتبقت إلا بعض عمليات معزولة، وإحنا نراه يوميا العمل هذا عمل يومي، لكن يوميا وحدة الجيش مع وحدة الديوانة مع وحدة الحرس والأمن الوطني تتصدى لهذه العمليات، وهذه كل دفاعا على اقتصادنا وحماية هذا الاقتصاد الوطني. حدودنا على الناحية الأمنية كونها يعني لباس بيننا وبين يعني الجارتين، في الجنوب كذلك عندنا نقاط تفتيش. نعم. وعندنا دوريات مشتركة. نعم. وعندنا كذلك يعني حتى استطلاعات جوية باش نستطلعوا كامل فضائنا الصحراوي اللي هو كبير، باش نفطنوا لكل عملية تسلل أو عملية التهريب اللي من شأنها تجيب بضاعات لتونس سواء كان أسلحة أو غيرها اللي من شأنها تقلق يعني الأمن في تونس،
وهذا يتم تصديده في الوقت المناسب. في نفس السياق سيد العميد نسمع أيضا أن هنالك متشددين إسلاميين يهددون بوقوع هجمات، ما مدى صحة هذا الخبر؟ هذه رأينا بتنسيق كامل مع وحدات الأمنية وعلى كل المناطق وفي كل النقاط، عن نقاط تفتيش اللي يومين يفتشوا السيارات وبكل التجهيزات باش نتفادوا دخول الأسلحة أو الذخائر أو غيره. لكن هالمجموعات هذه كما تشوفوا يعني تقريب عندنا أشهر تو ما وقعش حتى يعني مشكل معاهم، واللي داخل أو يعني الموجود حاليا ما عندنا حتى تهديد، إلا أنه دائما التيقظ مطلوب ودائما يعني الأعمال بتاع الأمن والجيش في تناغم وتناسق كبير باش يتم التفطن لكل ما من شأنه أن يمس بأمن البلاد والتونسيين بصفة عامة. سيد العميد مختار بن نصر المتحدث باسم وزارة الدفاع، أشكرك على حضورك الليلة. شكرا جزيلا. إذن أكد شكيب درويش المكلف بمأمورية لدى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن الجبهة الوحيدة المخول لها فتح ملفات العدالة الانتقالية هي هيئة عمومية مستقلة ينتخب أعضاؤها من قبل المجلس التأسيسي. كما أشار درويش خلال اللقاء الإعلامي الدوري المنعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة إلى أن مسألة القائمة السوداء المتعلقة بالصحفيين لن تعالج إلا في إطار هذه الهيئة المستقلة، موضحا أنها وحدها التي تملك صلاحيات نشر أسماء الصحفيين المتورطين في العهد السابق من عدمه. تم اليوم إعادة البث الفضائي للقنوات التونسية حنا بعل، نسمة والوطنية 1 و2 على القمرين الاصطناعيين نيلسات وعربسات على الساعة 10:20. وفي بيان لديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي فإن السبب يعود إلى إرداءة الأحوال الجوية. التقرير في الغرض أعده زميل لطفي وصفي بسيلة. عفوا. شهدت قناة حنا بعل وبعض القنوات التونسية الأخرى انقطاعا مفاجئا للبث ليلة البارحة واليوم صباحا، وذلك بسبب نزول الأمطار في منطقة تخيلة من ولاية منوبة أين توجد محطة الإرسال التلفزي للقمر الاصطناعي عربسات. نتيجة عن هذه الأمطار الغزيرة أعطب فني بمحطة عربسات الراجع بالنظر لجميع الدول العربية، وتواصل هذا الانقطاع حتى إلى هذا اليوم يوم 23 أكتوبر، ورجعت الإشارة على الساعة 10:10 من صباح هذا اليوم. الأمطار كما تعرف في الأمور التقنية الأمطار هي تنجم تتسبب يعني في انقطاع البرامج تو دي بوم، يعني نقول الكونتيتي نتاع البلوي الكبر القطرة نتاع الماء والفيتاس نتاع البلوي، هذه كل يعني كل أسباب تنجم تسبب الانقطاع في البرامج، يعني هذا موجود علميا. وعاد بث قناة حنا بعل اليوم منذ الساعة 10:30 صباحا عاد إلى حالته الطبيعية، ويبقى السؤال المطروح كيف سيكون الأمر ونحن على أبواب موسم الأمطار وفصل الشتاء. نفذ اليوم أعوان الصحة العمومية بولاية جندوبة إضرابا عاما شمل كل المؤسسات الصحية باستثناء بعض الأقسام احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم النقابية. وقد عطل هذا الإضراب كافة مصالح المواطنين وكلفهم مشاقة التنقل. النص صاغته نهل الحبشي وأعده رشيد القروي. دخل أعوان الصحة العمومية بولاية جندوبة في إضراب عام شمل كل المؤسسات الصحية باستثناء بعض أقسام الاستعجالي وتصفية الدم والأمراض السرطانية. وأوضحت الأطراف النقابية بولاية جندوبة أن أسباب الإضراب نقابية ومهنية بالأساس، وأكدوا بأنهم ماذون في الإضراب ما لم يجدوا من يصغي لطلباتهم. هو الإضراب جهوي على مستوى الولاية ككل، أعطونا وعد في مدة معينة أنا بيجيبوا لنا سكانير، تو سكانير نخدم به ويعكس ما عنده ما يعمل ما عنده وين يوصل. الطاقة نتاع الخدمة نتاع ليزاباري اللي عندهم ما تفوتش مثلا 200 تحليل في النهار. الطب كانوا عندنا عدد معناها من الطب وقعت نخلتهم وما وقعش تعويضهم. هذا على شكون؟ حساب المواطن بيان، لأن المواطن هو اللي ضعفه. الدواء تجي تاخذ المريض يعدي عند الطبيب يهز الأردونونس اشترى الدواء ما يقوش يشريه. هي محاضرة الجلسات الوقاعة أمضاها بيننا نحن بين النقابة وبين الحكومة والوزارة، يعني ما نفذت منها حتى شيء. اللي صححنا فيه مسار رانا مضطرين باش ندافعوا ومازلنا باش نزيدوا. مازلنا راهو إذا كان شبقة الأذان مسكرة وما نلقوا حتى حل رانا مازلنا نزيدوا، لأنه تو دخلنا في مرحلة نضالية تصاعدية وما عادش باش نرجعوا فيها.
وأمام هذا الإضراب المفاجئ عبر المواطنون عن استغرابهم من عدم الإعلان المسبق لتجنيبهم مشاق التنقل ومصاريفه. البارح أنا جيت أخذت المواد أو نجيشت المواد فهمت؟ اليوم كي جينا الصباح يلقينا الفرمية يخدموا اتواصل خويا فهمت قالوا لي تمشي تروح علاش؟ ما نعرفوش علاش فهمت؟ يا خويا أعلمنا هو تجي من الفرق 60 كيلومتر وبطار شهريا غايب مضروب بطار وعيدي ما عنديش عيد مش نحيد بلادي سبعة في هنا وجي يقول لي هنا ترجع تروح علاش نروح؟ نمشي هنا أول مريض 20 دينار و73 عمر كيف ما تهمت قايم في بر في أرجع الاجتماعية في أرجع المشاريع. وإزاء تكرار مثل هذه الإضرابات يقف المواطن في الوسط ينتظر رحمة المشرفين على قطاع الصحة على أمل أن لا تتكرر هذه الممارسات. جولتنا العالمية نبدأها من لبنان، أين يخيم هدوء حذر على العاصمة اللبنانية بيروت خلال الساعات الأخيرة بعد صدمات عنيفة وأطلاق للرصاص الحي بين الجيش ومسلحين، في حين تتمسك المعارضة بموقفها الداعي إلى إسقاط الحكومة التي تتهمها بالصمت عن مقتل قادة لبنانيين على أيد النظام السوري. أنيس الحجري. رحبت حركة حماس بالزيارة التي يقوم بها أمير قطر إلى غزة لتدشين مشاريع إعادة إعمار تمولها الدوحة. في المقابل تنظر السلطة الفلسطينية إلى الزيارة بمخاوف كبيرة من أن تعزز الانقسام السياسي الحاصل بين الضفة والقطاع. ذكرت مصادر أمنية أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في معارك مسلحة ببيروت في مزيد من الاضطرابات المرتبطة بالصراع في سوريا. وأدت الاشتباكات إلى تصاعد المخاوف من امتداد الحرب الأهلية الدائرة في سوريا بأبعادها الطائفية إلى لبنان، حيث تضع حلفاء لبنان للأسد وخصومه في مواجهة بعضهم البعض. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 210 أشخاص قتلوا في أعمال عنف في مناطق مختلفة في سوريا، من بينهم 87 جنديا نظاميا، فيما تعتبر أكبر خسارة يومية يتكبدها الجيش النظامي منذ بداية النزاع السوري الداخلي. وأكدت بعض المصادر الرسمية أن الجيش النظامي خسر موقعا استراتيجيا جنوب حلب بعد سيطرة المعارضة المسلحة عليه. هكذا نأتي إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الرؤساء الثلاث يدعون إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد ويؤكدون الالتزام بتعهداتهم. الأمن يمنع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة. إضراب جهوي لأعوان الصحة العمومية بجندوبة. أمير قطر في أول زيارة كزعيم عربي لقطاع غزة. كانت هذه نشرة الأخبار لليلة، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي إن شاء الله بقية سهرة ممتعة، إلى اللقاء.